السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وقد تحطمت فرنسا، يعني رقم قياسي تاع فرنسا اليوم، وين حطمنا رقم قياسي تاع فرنسا، وين صبح عندنا 31 مباراة احنايا بدون انهزام. فرنسا 30، واحنا بعد تسجيل الهدف تاع بن ناصر، يعني تمريرة من عند يعني تمريرة كانت حاسمة من عند فيغولي، مشاهدنا كيفاش خروج وين تفطن الجمال بالماضي للصغرة اللي كانت تلعب، كانوا يلعبوا من جهتهم وهي تاع عطال، وين خروج عطال دخول، يعني نقولوا باللي تغيير في محله. يعني شاهدنا كيفاش بن ناصر وين يسجل الهدف الثالث، يعني بعد ما بدينا المباراة. هذه هي المباراة، يعني بدون أخطاء، مباراة بدون أخطاء، مباراة يعني أمام النيجر يا عباد الله، أمام النيجر. الناس اللي كانوا خايفين من النيجر، هو النيجر دارتنا النيجر يا ودي، أمام النيجر. يعني نقولوا باللي اليوم وين نقولوا باللي المباراة هذه اللي كانت محل شك عند الناس، شوف المباراة كيفاش هي تلعب في ظروف جيدة، التحكيم، اللعب، اللاعبين تاع النيجر، يعني ما كان لا خشونه لا والو، لعب في لاعبين وين شاهدنا كيفاش، وين شاهدنا وين قلت لكم باللي كسموم بوركينا كسموم النيجر، وين نقطة الضعف تاعهم وهي في الناس اللي كان يقول لك كيفاش لعب 4-4-2، كيفاش لعب زوج مهاجمين، راه قراهم خاطش نقطة الضعف تاع كسموهم تاع النيجر، يعني في الدفاع تاعهم، يعني ثقال بزاف ويخلوا ثغرات، يخلوا ثغرات على هذيك. خلى اسلام سليماني بغداد بونجاح يلعبوا في الشوط الاول، يعني وشاهدنا كيفاش وين هما فتحوا اللعب، وانا قلنا نقارعوا باش نسجلوا هدف، كيف فتحوا اللعب غنات عليهم الشيخ الريميتي الله يرحمها، كيف فتحوا اللعب غنات عليهم الشيخ الريميتي. يعني وين شاهدنا الاهداف كيف سجلت، يعني رياض محرز اسلام سليماني، وين كان اللي يقول لك عيسى ماندي، احنا راه يقول لك اسلام ماركين في الطابلو، اسلام سليماني ما شفناش الهدف. اسماعيل بن ناصر في الشوط الثاني في الدقيقه 48، هذه هي الوقت اللي سجلنا فيه الهدف الثالث، يعني من اجل قتل احلام يعني كل النيجيريين، يعني لو يلعبوا بور لا فورم تاعهم وصايك، يلعبوا من اجل باش يلعبوا صايك، ماشي قضيه باش يشدونا ولا باش غادي نوصلوا نروحوا معاهم بعيد ولا لا، صايك المرتبه عاودنا، ردينا المرتبه الاولى، عاودنا يعني تسجيل اهداف خارج الميدان داخل الميدان، يعني في ميدان وين نتكلموا عليه، وين قال لك ميدان كي والو مزيه في ميادين اللي راهم كي والو، رانا نربحوا بالاداء والنتيجه. رغم ذلك تبقى الجزائر فوق الجميع، يعني وين شاهدنا كيفاش الاداء عالمي، انتفاضه كبيره من اللاعبين، انتفاضه كبيره من اللاعبين، ورساله البوركينا فاسو اللي يودي شدوا في ذاك الخيط، يودي شدوا في ذاك الخيط، راهو بوركينا فاسو يشدوا في ذاك الخيط، لما رانش نلعبو الي روتور داخل في بلاد وحده، رانا نلعبو رايح جاي، رانا في الطريق صحيح، ضيعنا نقطه اللي عطينا، ضيعنا زوج نقط اللي عطينا اوكازيون كبيره كيسموهم لهذا بوركينا فاسو. تدارك الاوضاع والعودة قوية، يعني العودة اللي كانت قوية، ضرب 3-0، رانا رابحين 3-0 باش يعاودوا النيجر باش تعاود تولي تعاود صحيح، سي بون انا كيما يقول لك في الأحلام ومكاشي، ضرب ننتظروا الهدف، ضرب ننتظروا كيما يقول لك الهدف الرابع باش تسجيل، يعني غادي يكونوا أهداف، خاطش علاه وين كيسموهم النيجر فتحوا اللعب، كيف فتحوا اللعب غادي يتلقاو أهداف. تكتيك مو احنا خير منهم، لعابة عندنا مستوى خير منهم، مستوى خير منهم. هذه واش عندنا كيفاش وين بعد الهدف تاع اسماعيل بن ناصر، شاهدنا كيفاش بغداد بنجاح في الدقيقة 55 وين يسجل الهدف الرابع. يعني نقولوا باللي الأهداف بكثرة، الأهداف وين تكلمنا على المباراة قبل لا تلعب، تكلمنا عليها 25 يوم قبل لا نلعبوا المباراة، وين نقولوا بعد
عناء كبير من بغداد بونجاعي يسجل الهدف الرابع يعني في الدقيقة 55 دقيقة في 55 دقيقة. يعني كل شيء راه في صالح المنتخب الجزائري. احنا نشكروا خاوتنا النيجر اللي لعبنا لهم يعني بدون وين خاص كاين دي بارتي تلعب لهم تبركي لهم كيما هكا يدوروها خشونة. احنا نشكروا خاوتنا النيجيريين والنيجر اللي لعبوا لنا بكل روح رياضية يعني بدون لعب بدون خشونة. يعني تشوف هما خاسرين معنا بربعة ما عندهم حتى بطاقة صفراء. وين شاهدنا كيفاش يوسف عطال اللي دا بطاقة صفراء في الدقيقة 45. شو أنا كي شو رانا ندو بطاقة صفراء تحس باللي مركاونا بنت السمن بالله. تشوفهم كي نشوف باللي مركا دي أنا نقول لكم نعاود كي نشوف بطاقة صفراء نحس باللي مركاونا بنت. على ذلك نقولوا باللي ودي اليوم وين المنتخب الوطني وين راه يلعب بكل حريه بكل يعني كلش راه في صالح المنتخب الوطني. يعني انا المباراه هذه والله ما كان ضغط علينا يعني لعبنا بكل بسهوله سجلنا اهداف كنا نقارعوا باش نسجلوا اهداف يعني كان خاصنا باش نسجلوا اهداف وفقط هذا مكان مش قضيه باش زعما مباراه تكون صعبه علينا. ما كانش مباراه صعبه علينا مباراه كانت في متناول مباراه اللي كانت في وين نقولوا باللي وين سفيان في غولي وين دخل في مكان اسلام سليماني يعني كلش كان منظم يعني كلش كان منظم وكلش واجد باش نروحوا المباراه الفاصله. احنا غادي نروحوا نلعبوا مباراه فاصله تاع مارس ان شاء الله بربي. هذه هي ماشي قضيه تاع بوركينا فاسو اللي غادي تشدنا هنا ماشي بوركينا فاسو ماشي جيبوتي ماشي النيجر. احنا كان الحظ معنا طحنا في جروب يعني اسهل 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 جروب اسهل مجموعه طحنا فيها. هذه هي اللي يكون في في المستوى الاول يطيح في هذو. علاه لازم نبدا نكونوا في المستوى الاول باش يطيح في هذو لي جروب باش يطيح مع منتخبات متواضعه. خاطش افريقيا ناعيل افريقيا صعيبه طيح انت مع منتخب عرفت غير بوركينا فاسو مكان والو. شوف كيفاش شدتنا دارتنا ماتش ني شوف كيفاش شدتنا. على ذلك حنا بكل طرق نفوزوا. الناس اللي يقول لك باللي الناس انتقدوني قال لك كيفاش تقول درنا الكولاسه واه الا ما درتش كولاسه يديروا الكولاسه خويا الا ما درتش كولاسه رايحين يديروا الكولاسه. على ذلك نقولوا باللي اليوم المباراه اللي كانت في صالحنا بغداد بونجا خرج الله يجعل سلامات برك على مكان الله يجعل سلامات الله يجعل سلامات سبحان الله. خاطر هذا الوقت اللي نحتاجو كل لاعبين نحتاجو كل لاعبين في هذا الوقت. بغداد بونجا خرج تكون دخل في مكان هذا شكون يوفنتي هذا دخل في مكان نتمناو له التألق عمورة هاي تنك تعرب عليها. التلفزيون راحت ولا لا راحت كاش قاع وين نقولوا بلي بغداد بونجاع اصابه بشد عضلي في اربطه الساق. نتمنوا له ان شاء الله كيما يقول لك نتمنوا له الشفاء يعني ما هيش اصابات ما تكونش اصابه خطيره تكون نقولوا بلي يريح. هذه المهم رانا رابحين 4-0 يعني صايك المباراه انضمنت 3 نقاط. فرنسا تحطمت حطمنا رقم قياسي تاع فرنسا. اليوم رانا مع الارجنتين كيما كنا نهضروا فيها من نهار الاول. الناس اللي بغيو يخوفونا النيجر يا ودي النيجر جيبوتي بوركينا فاسو هذو كان والو. الناس قال لك كيفاش قلت بلي غادي نربحوا بوركينا فاسو الناس يشدوا لك حاجه. بوركينا فاسو حنا عطيناها فرصه كون كيما هكا ماركينا دوز اوكازيون دو بيت نيجر بوركينا فاسو ما كانش غادي تشد معانا نهار اللي لعبنا لها. حنا عطينا اوكازيون قالي زاولنا لعبوا كانوا رايحين يربحونا مزيه خرجت كيما هكا. انا نقول لكم بلي النيجر كان كلشي مقضي قضي الامر كيما قلت لكم. هذه ماشي قضيه خاطر اذا ما درتش الكولاسه يديروا الكولاسه. ها راهي المغربيه تلعب لي ماتش كاع في بلادها وما ديرش كولاسه رايحين يديروا الكولاسه نورمال يدير لك الكولاسه كيما تبغي خويا يربحك كيما تبغي. الحمد لله يا ربي كاين رجال الناس اللي قال لك باللي رجال ما كاش في السلطه كاين رجال الناس اللي زغدت اللعب كلش راه في صالحنا وصالح المنتخب الوطني الجزائري.
ونتمنى تكون المباراة يعني الناس يخوفوا فيكم يلا الاربيت اخر هاي هاي لا الاربيت هذا سينيغالي جاي باش يلعب 61 دقيقة 4-0 راهي في دروك حنا نجيرو المباراة دروك حنا غادي نجيرو المباراة ان شاء الله.